هذا الرافع اللي كان عمرته من الاول هذا عمر ديال اخنا زي باغ جيف الناس الأجواء رائعة في بوارق الليل. ودائما نرحب بكم في قناة عبد الله البركاني، دائما إن شاء الله نجيب لكم الجديد، ونتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. نحاول ما أمكن باش نصور المشاهد الرائعة. كما شفتوا راهم دايرين الكاطون، راهم دايرين الخيمة كبيرة تبارك الله ما شاء الله، راهم يقراو الطلبة تما، يقراو القرآن الكريم، ومازال عند دعوة تاع المرأة ديال الله تكون ديك الحداش، من يفوت الظهر غادي تقطع مر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم. واليوم رحنا متواجدين في دوار ديال أيت كنين. المهم راهم دايرين واحد الوعدة الصدقة في سبيل الله، الله يجازيهم بالخير. المهم غادي نشاركوا معكم إن شاء الله الأجواء هنايا في هاد الصداقة بالضبط في أيت كنين. ومرحبا بالجميع، كما شفتوا هاد الوقت يعني وقت الصيف، الأرض ماشي خضرة كما العادة، يعني فحال وقت الشتا تكونش من تسب الشتا تكون الأرض خضرة الربيع. ايوا مع الصفة كما عارفين حنايا. المهم نحاولوا ما امكن باش نوصلوا لكم الصورة، مشاهد رائعة، ونقسموا معكم اجمل الصور ديال هاد الجهة.
خوتي خواتاتي مرحبا بكم. راني طلعت لفوق الجبل كما راكم تشوفوا هذا الدوار ديال قنين، الدوار القديم. ودائما نبغي نبحث على الضواوير هكا القدام، يعني البيوت المهجوره كما نقولوا، الديور القدام تاع جدودهم، ونبغي نشارك معاكم باش تشوفوا هذا البلاصه ديالهم، معروفة يعني بأشجار اللوز والزيتون. الزيتون عاود تاني كذلك في وقته، هذا الشجر هذا ديال اللوز تبارك الله ما شاء الله. وهذا النهار كيما قلت لكم الصداقة، راني طلعت لفوق من تحت منايا سميتو السكان، كاين ضواوير بزاف بهاد الجهة. هاهو كالقيطون فين راهم يقراو القرآن الكريم. المهم خليكم معايا حتى لآخر الفيديو، وغادي نزيد نصوركم إن شاء الله مشاهد أخرى تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. الشجر ديال اللوز تبارك الله ما شاء الله، وهذه هي الوقيتة ديال اللوز، وهذا شجر الزيتون تبارك الله ما شاء الله. المهم غادي نطلع لفوق نبدا هذيك الشيها مور هذا الزيتون، مور هذا الشجر ديال اللوز، وغادي نصور تما كذلك. الا لقيت شي مشهد عجبني نصوره نشاركو معاكم ان شاء الله. من هاد الجهه كاين واحد الدوار كذلك، الديور القدام، هاد الشجرة هادي ديال اللوز كبرات قديمة قديمة بزاف هاد الشجرة. هنايا لداخل دايرين الكرمة، دايرين الزيتون، ناس زمان يعني خلاو هاد الشجر هذا يترحموا عليهم بعدا. الله يرحم الأموات المسلمين، الله يرحم اللي غرس هاد الاشجار هادو ديال الكرموس، بعدا عابر سبيل كونوا فاتين ياكلوا بهم، بالخصوص في هاد الفصل ديال الصيف اللي كتكون فيه الكرموس. هاد الدار هادي قديمة تبارك الله ما شاء الله، دار كبيرة. وغارسين على جنبها اللوز،
الزيتون. دائما الناس زمان كانوا يعني يستغلوا الارض على جنب الديور ديالهم ويغرسوا فيهم الزيتون اللوز. الهنديه مين كانت في وقتها بيوت الزمن الجميل ديال الناس بني زناس ديال الناس زمان. بارك الله ما شاء الله، دار كبيرة كما قلت لكم، مبنية بالحجر الطين. ناس زمان كانوا يبنيو بالحجر والتراب. السلام عليكم. اهلا اهلا سيدي، مرحبا بكم. اهلا Allah'a emanet olun.
رفيقا يا رب العالمين. اللهم يا رب أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أبعد مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بكثرة ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. لا بوش كمخش البلاد البئر في هذا الماء العذب، نسأل الله تعالى أن يجعل لهم صدقة جارية، اللهم اجعل صدقة من الصدقات وقربة من القربات، اجعلهم يا رب في ظل صدقتهم يوم لا ظل إلا ظلك. المرضى الجميع الذين يسألونكم الدعاء، اللهم خفف عنهم ما نزل بهم، اللهم أذب بأسهم، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم لا طب إلا طبك، اللهم رب الناس أذب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يا رب شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك،
يا رب أتم عليهم نعمتك وعافيتك وشفاك، واجعل ما أصابهم طهورا في سبيلك، اللهم اكتب لهم به حسنات، وضع عنهم به سيئات، وارفعهم به درجات، وامحي عنهم خطيئات وسيئات. يا رب زد ثوابات في الصدقة، وثواب ما قرأت في السجدة لأجدادنا جميعا، اللهم جدد عليهم الرحمات في كل الساعات، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأمطر عليهم شآبب الرحمة والغفران. اللهم ضمهم مع الفائزين برضوانك، واجعلهم يا مولانا من المتقين الذين أعددت لهم فسيح جناتك. Thank you.